والآن مشاهدينا نتحول إلى سلمى ناصر، وتنضم إلينا سلمى ناصر في الاستوديو لنتحدث عن أبرز التطبيقات. ورمضان كريم سلمى، وكل عام وأنت بخير. مساء الخير ويبدو دنيا. أن اليوم التطبيق أيضا يعني خاص برمضان بشهر رمضان. صحيح، أولا كل عام وأنتم بخير، وبناء من أن نحن الآن في شهر كريم، في شهر رمضان. هذا التطبيق تطبيق صحي لكل الأشخاص اللي بيحاولوا يحافظوا على وزنهم في هذا الشهر، أو بيحاولوا أنهم يخفضوا وزنهم قليلا. لوزت تطبيق صحي يهتم بصحتنا في شهر رمضان، إذ يحرص التطبيق على أن على ألا نكسب وزنا زائدا في الشهر الكريم. أبرز ميزاته هي أنه يقدم مجموعة من الجداول المنظمة للسعرات الحرارية التي ينبغي علينا تناولها بداية من وجبة الإفطار حتى فترة السحور. كما يوضح التطبيق أهم التمارين الرياضية التي يمكننا القيام بها وعدد الدقائق اليومية المطلوبة لذلك، ويمنحنا هذا التطبيق مجموعة من النصائح الطبية المفيدة للصحة. نعم، جميل. سلمى، طب يعني شو الفرق بينه وبين تطبيقات أخرى طبعا خاصة أيضا بإنقاص الوزن؟ هل هذا التطبيق ديما يعني يميزه انه تطبيق ذكي جدا؟ هل حنشوف كيف ليش ذكي؟ في منه نسختين، نسخه مجانيه ونسخه بريميوم، او نسخه غير مجانيه فيها ميزات اكثر. ولكن هو تطبيق عندي كذا وسيله لادخال الطعام، تقدر تعمل سكان، تقدر طبعا يحللي الوجبات فقط، مش فقط دهون، يمكنك تدخل الدهون، النيتروجين، المايكرو، السعرات الحرارية، كلها حسب وزنك وإذا أنت كنت بتقومي بتمرين رياضية أو لا. طبعا يتعرف على التطبيق كما ذكرنا، التطبيق اسمه لوزت. هذا طبخك سلمى؟ لا، هذه الرز؟ وجدتها في الثلاجة. هذا فطور أحد الزملاء، زملاء، نعم. طبعا استعرنا منه اليوم. طب طبعا ديما زي ما ذكرنا، هذا التطبيق اسمه تطبيق لوزت. كما نرى الآن، هذه هي الصفحة الرئيسية لهذا التطبيق. أنا حتى أصل هذه الصفحة سألني ما وزني، طولي، الوزن الذي أريد أن أصل إليه، إذا كنت أريد المحافظة على وزني أو أريد أن أكسب وزنا أو أفقد قليلا من الوزن. وبناء عليه قرر أنه إذا أنا أريد أن أفقد، أنا وضعت أني أريد أن أفقد 3 كيلوغرامات خلال شهر أو شهرين، فوضع أنه يجب أن يكون معدل السعرات الحرارية إلي يوميا 1353 سعرة حرارية في اليوم بناء على المعطيات اللي أنا أدخلتها. طبعا كما نرى، هذا هو التطبيق. ديما لو دخلنا على التطبيق حنرى أنه قام بتقسيم السعرات الحرارية على وجبتين، السحور والإفطار، بناء على السعرات التي يجب أن أكلها أنا يوميا. طبعا أعطانا سحور 487 وأعطانا إفطار 866. طب لنفترض أنا بناء على أني لا أقوم بتمرين رياضية، ماذا لو كنت أقوم مثلا بركوب الدراجة أو السباحة؟ بقدر أقوم بتعديل التمرين الرياضية، عندك مجموعة كاملة من التمرين الرياضية من ألف إلى الياء حسب التمرين الذي أقوم به. مثلا نقول حطينا هنا ركوب الدراجة، وضعنا مثلا ساعة ركوب الدراجة، فهو قام بحساب ساعة من ركوب الدراجة بتخسري 202 كالوري. بناء عليها قام بتعديل البيانات، وبالتالي رفع السعرات الحرارية في السحور والسعرات الحرارية في الإفطار لأني أقوم بتمرين طبعا معين. هذا الصحن هل بتصوريه ام بتدخل الآن المعلومات؟ نريد أن ندخل معلومات، مثلا عندك هذا الصحن، أريد أن أدخل معلومات السحور أو الإفطار. نفترض أن عندي هذا الصحن على الإفطار، عندي كذا طريقة للإدخال، أو بقوم بإدخاله يدويا، أو إذا أنا عندي باركود شارية من سوبر سوبر ماركت بقوم ماركت بأخذ او صورة له، أو بأخذ صورة للطعام. لنرى مثلا الآن أنا أقوم بأخذ صورة ويتعرف على المكونات اللي فيها، بناء عليها تمام هو أعطاني هون فرايد رايس، وهو طبعا هذا فرايد رايس مع دجاج ذرة. وخضرة. والآن عندي هذا الأوبشن موجود، فرايد رايس، طبعا هي وجبة صينية. وبعطيكي لكم شخص، مثلا هذا شخص واحد، بناء عليها دخل السعرات الحرارية اللي أنا عنديها لليوم، وبالتالي أنا أخذت 330 جرام. طب لنفترض أنا أريد مثلا أن أدخل الفاكهة، التفاحة، نفترض أن أدخل التفاحة، تمام. طبعا التفاحة بعطيكي المعلومات اللي فيها، نفترض هذه التفاحة، طبعا ديما خلينا نقول انه على هذا التطبيق في اكثر من 50 مليون عضو نشط، طبعا او معظمهم قدروا يخسروا وزنهم بناء على هذا التطبيق معنا اليوم. نعم، شكرا جزيلا سلمى. إذن ونلتقي غدا، اكيد، شكرا لك. شكرا.